اطلع قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء قنديل خليل محمد على قاطع مسؤولية فوج الطوارئ الثالث غربي مدينة تكريت، واستمع إلى شرح من الضباط والمنتسبين عن الواجبات والمهام الموكلة إليهم. وأبدى اللواء قنديل خليل توجهاته للمقاتلين، ومنها اتخاذ التدابير الاحترازية والخطط الاستباقية لمنع العدو من إيجاد أي موطئ قدم له في المنطقة.